العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية نيوز، يتوالى على تقديمه أنا بيان عبندة وعمر محرف. تحية لك بيان. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. الأمم المتحدة: المدنيون داخل الفلوجة يواجهون ظروفا معيشية مؤلمة، والغذاء والدواء ينفد من المدينة. القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على العامرية والقرمة، والقصف يطال مستشفى الفلوجة التعليمي. العبادي يدعو إلى تأجيل التظاهرات، ويؤكد أن حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم في الفلوجة هي أولوية القوات الأمنية. والجبوري ينتقد من يحاول تأجيج النفس الطائفي خلال معركة التحرير. مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء الطوز يحذرون من انهيار الهدنة لوجود عناصر غير منضبطة بالحشد. أعضاء في مجلس ديالى يتبادلون الاتهامات بشأن إفشال جلسة إقالة المحافظ مثنى التميمي بعد تأجيلها إلى 6 حزيران المقبل. وفي الحصاد أيضا، كربلائيون ينتقدون المحسوبية والمنسوبية في دوائر المرور، وبغداديون يطالبون الأمانة برفع المكب غير النظامي للنفايات قرب جزيرة بغداد السياحية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استعادت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على ناحية العامرية جنوبي الفلوجة ضمن العمليات العسكرية الواسعة لتحرير المدينة. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تمكنت الخميس من تطهير منطقة البوعفان أكبر مناطق ناحية العامرية، وأن المعارك مع تنظيم داعش أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من التنظيم وتدمير 4 مضايف تابعة له. وشرعت القوات الأمنية بمعالجة العبوات الناسفة والمباني المفخخة في منطقة البوعفان مع فتح طرق آمنة لمرور العجلات العسكرية والدروع والدبابات. هاي المنطقة تم تحريرها صار لها يومين تقريبا، وبدأ تحريرها ما تستمر حتى وصول إلى منطقة القرمة ودخولها. هذه المنطقة كان عندهم خط صد وانكسر خط الصد، فبات العدو يتخذ لاذ بالفرار. حاليا يستخدم فقط الهاونات والقنص. اليوم التقدم على منطقة السجر اللي هي الخاصرة الأخيرة لقطع الإمداد بين الفلوجة والقرمة. المنطقة هي منطقة جدا حيوية ومهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لهم، جاي يدافعون وقتال شرس الحقيقة بالمنطقة. هنا تبدناهم خسائر جدا كبيرة. أعتقد أنه ظلت خلال هاي الساعتين إن شاء الله تحسم هاي المنطقة، ويتم إطباق الطوق بالكامل على مدينة فلوجة من الجهة الشمالية. في الأثناء، أحكمت القوات العراقية سيطرتها بالكامل على جميع مناطق قضاء القرمة شرقي الفلوجة بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش استمرت أكثر من 3 أيام. وباشرت قوات الشرطة الاتحادية عملية مشتركة مع الحشد لتطهير مناطق القرمة من الألغام والعجلات والمنازل المفخخة. وأعلن قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري أنه سيتم تسليم مركز القضاء إلى فوج القرمة بعد تحريره بالكامل وهروب العشرات من عناصر تنظيم داعش إلى مركز الفلوجة. جريح.
صار التقاء لرتل الشمالي محور الشمالي ورتل الفرقة السادسة من جهة الشرق وأيضا رتل اللي صعد من جهة الجنوب الشرطة الاتحادية وقوات الحج الشعبي. التقينا في مركز القرمة حاليا قطعات اندفعت اتجاه الغرب باتجاه منطقة السكر ومستمرين بالتقدم وإزالة العبوات الناسفة. شارك طيران الجيش بفعالية كبيرة وكان هناك تشكيلة في آن واحد سند القطعات وسهلت في عملية تطهير المدينة. هذا وتفقد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قضاء القرمة بعد تحريره من سيطرة تنظيم داعش. وقال بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء إن العبادي وصل القرمة قادما من مقر عمليات الفلوجة وتفقد القطاعات العسكرية التي حررت المدينة، مشيدا بالدور الذي تقوم به القوات المشتركة في عملية التحرير. من جانبه توقع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي حدوث موجة نزوح كبيرة من مدينة الفلوجة خلال اقتحامها من قبل القوات العراقية المشتركة. العبيدي أعلن خلال إشرافه على العمليات العسكرية الجارية في محيط الفلوجة عن تهيئة مخيمات لإيواء النازحين من المدينة بالتنسيق مع مجلس محافظة الأنبار. في غضون ذلك أعلن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي أنه مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم تطويق مدينة الفلوجة بالكامل، ثم تبدأ عملية اقتحامها وتطهيرها خلال 48 ساعة. كل الاحتمالات مدروسة ومأخوذة بنظر الاعتبار. نتوقع أنه مع بدء اقتحام مدينة الفلوجة أن يكون هناك موجة نزوح. الآن الدواعش لا يسمحون لأهالي الفلوجة بالخروج من المدينة، ولكن نتوقع عند بداية اقتحام المدينة أن تكون هناك موجة نزوح. هيئنا للموجودين من أهالي الفلوجة مخيمات. الإخوان في مجلس المحافظة الأخ فالح العيساوي موجود ذكر بأنهم مهيئين لإيواء ما يقارب 30,000 نسمة، وهذا يعني حقيقة استحضارات مهمة جداً. وأما الباقين اللي ذكروا أنه يوجد قسم من محافظات أخرى أيضا أوعزنا إلى قواتنا الأمنية أنه تهيئ لهم ظروف وحافلات لنقلهم إلى محافظاتهم. الصفحة الأولى ممتازة جدا، والحقيقة المهم في هذا الموضوع قلت لك إحنا عندنا مبادئ في المعركة أن تكون خسائرنا أقل ما ممكن وتحقق أهدافها وفق التوقيتات الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة، فهيدا تسير بشكل جيد جدا والحمد لله. وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة أيضا، التقارير الاستخبارية من الداخل، الصور الجوية أيضا، كلها هاي لها تأثير فاعل ومؤثر في حسم المعركة. ولذلك الآن توقعاتنا إن شاء الله نهاية الأسبوع يكمل التطويق بالكامل، الأسبوع المقبل يبدأ الاقتحام والقضاء على العدو خلال 48 ساعة إن شاء الله، إذن النصر قريب إن شاء الله. وأظهرت صور من داخل مستشفى الفلوجة الأضرار التي لحقت بأقسام المستشفى بعد استهدافها بقصف مدفعي وصاروخي. وذكرت مصادر طبية أن عربات بيع الخضار أصبحت الوسيلة المستخدمة لنقل الجرحى إلى المستشفى لعدم وجود سيارات إسعاف أو سيارات مدنية بسبب نفاد الوقود واستهداف الطيران المروحي لأي عجلة تتحرك داخل المدينة. وتؤكد المصادر ذاتها أن الفلوجة تشهد انقطاعاً تاماً لجميع سبل الحياة من ماء وطعام ووقود، وأن معاناة المدنيين داخلها باتت في تفاقم مستمر. من جانبها نفت خلية الأعلام الحربي بشكل قاطع قصف مستشفى الفلوجة داعية وسائل الأعلام إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وتعزز القوات المشتركة في الفلوجة قطعاتها المنتشرة في الأحياء المحررة عموما وعلى الطريق الدولية الممتدة بمحاذاة منطقة الهتاويين. ويقول قادة ميدانيون لموفد الشرقية نيوز إن التنظيم نشر عددا إضافيا من القناصين في حي الشهداء لصد وتأخير الهجوم الواسع من المحور الشرقي، وإن القوات المشتركة تعالج الموقف. من السهيل والتفاصيل. تأمين طرق الإمداد للقوات المتقدمة باتجاه الفلوجة من عدة محاور
تعتبره القوات العراقية مهم كلما تمت السيطرة على المزيد من القرى والقصبات. هنا في المحور الشرقي تستعد قطعات الفرقة الأولى للرد السريع لحملة عسكرية لقطع طرق يستخدمها مسلحو تنظيم داعش للتنقل أمام القوة التي تحاول عبور نهر الفرات والوصول إلى منطقة النعيمية. مقابل الهياكل حي الشهداء أكو قناصين، بس لو ما عدنا مسيطرين على الوضع، وقطعات الجيش الفرقة الأولى من هنا واللواء الثاني واللواء الثالث، ومقابلنا قناصين بس الحمد لله مسيطرين عليه. هؤلاء هيئوا يعني ما يملكون من كل قوة من أجل منع تقدم القطعات، وخصوصا الفلوجة لديهم رمزية، كذلك لدينا مهم جدا أن تحرر الفلوجة، باعتبار أولا هناك معاناة للنازحين، هناك أهالي يعانون ما يعانون من إرهاب داعش. القوات العراقية بدأت بعملية عسكرية واسعة في هذه المنطقة القريبة من منطقة الهتاويين شرق قضاء الفلوجة لتأمين هذا الطريق الذي يعد من الطرق الاستراتيجية لإمداد القطعات التي الآن تشتبك مع مسلحي تنظيم داعش. هذا الطريق السريع والمعروف بالدولي تم تأمينه ليكون طريقا لإمداد القوات التي سيطرت على معمل الإسمنت والحراريات، ولتعزيز تلك القوات بقوات إضافية لتنفيذ هجوم واسع لقوات الشرطة الاتحادية للسيطرة على أبنية يستخدمها قناصة لعرقلة أي تقدم. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، مشارف الفلوجة. حصادنا متواصل ونتابع فيه. العبادي يدعو إلى تأجيل التظاهرات ويؤكد أن حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم في الفلوجة هي أولوية القوات الأمنية، والجبور ينتقد من يحاول تأجيج النفس الطائفي خلال معركة التحرير. الأمم المتحدة، المدنيون داخل الفلوجة يواجهون ظروفا معيشية مؤلمة، والغذاء والدواء ينفد من المدينة. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن حماية المدنيين في الفلوجة والحفاظ على أرواحهم هي أولوية وواجب بالنسبة للقوات المشاركة في عملية تحرير المدينة. وقال العبادي خلال زيارته إلى قاطع عمليات الفلوجة برفقة رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير التخطيط سلمان الجميلي ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم، قال إن الحكومة بدأت التخطيط لكيفية إعادة الاستقرار والإعمار للفلوجة في عملية تحريرها. جهدنا ينصب بالدرجة الأولى على تحرير المواطنين في الفلوجة والمناطق الأخرى المحيطة بالفلوجة من إرهاب داعش. هذا هو هدف القوات المسلحة. القوات المسلحة والمقاتلون الشجعان واجبهم أن يحمون المدنيين من هذا الإرهاب، من القتل المجاني، من التعذيب، من معاقبة الناس على أبسط الأمور من قبل هذه العصابة المجرمة. واجبنا نحافظ على المدنيين، ولهذا القوات المسلحة اليوم بكل أصنافها همها كيف تحافظ على أمن المواطنين، تحمي المواطنين، وأن نميز بين الدواعش الإرهابيين وبين المواطنين الأبرياء الذين هم أيضا ضحايا هذا الإرهاب الداعشي. دعوة بصراحة أستغل هذا الأمر، دعوة لأبنائنا المخلصين لشبابنا، خلي أجنون مظاهرتهم يظاهرون بالفلوجة في يوم تحريرها إن شاء الله. أنا أدعو اليوم قواتنا الأمنية كلها من شغلة في تحرير هذه المناطق وتقاتل، تسليط الضغط على قواتنا الأمنية في بغداد وباقي المحافظات في التظاهرات يخل في هذا الموضوع، يعني يأخذ جزء كبير من جهودها في سبيل حماية المتظاهرين. صح، واجب الدولة والقوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين، ولكن بسبب حجم هذه العمليات وبسبب الهجمة الإرهابية الكبيرة اللي تحاول تقوم بمجموعة أعمال إرهابية في بغداد وباقي المحافظات، أدعو شبابنا المتظاهرين، متأكد عندهم شعور وطني في هذا التظاهر، أن يأجلون هذا التظاهر لحين تحرير الفلوجة. وأنا أقول لهم نحميكم إن شاء الله تظاهرات لاحتفال في تحرير الفلوجة مع أبناء الفلوجة أنفسهم ومع المواطنين جميعا. أنا أتفق مع السيد رئيس مجلس النواب، ربما البعض أراد أن يعرقل حركتنا باتجاه تحرير الفلوجة ولكنهم فشلوا. أكو إعلام مضاد يحاول أن يدس السم في العسل من خلال تبني بعض المواقف تبدو وطنية، ولكن يدس السم في هذه الوطنية بالتفريق الطائفي والتفريق بين أبناء الشعب الواحد الذين جميعا يقاتلون داعش.
وانتقد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري من يحاول تأجيج النفس الطائفي خلال عمليات تحرير الفلوجة، وقال إن المعركة ليست ضد أهالي الفلوجة بل ضد من أراد سلبها وانتزاعها من سكانها. ميزة هذه المدينة الحقيقة أنها كانت هدف للإرهاب وحاول أن يتمترس في بداية وجوده داخل العراق في تواجده ضمن هذه المدينة. وبطبيعة الحال ميزة هذه المدينة أيضا أن المجتمع الدولي، أن العالم كله يرقب عملية تحريرها، وبالتالي من المهم جدا أن ندرك أن عدونا، عدو العراقيين أجمع، هو عدو واحد، هو داعش. المعركة بطبيعة الحال ليست ضد أهل الفلوجة كسكان محليين، إنما ضد من أراد أن يستلب مدينة الفلوجة وأن ينزعها من الوجود العراقي، وبالتالي أن يصبغ هذه المدينة من خلال سيطرته عليها أو على مناطق أخرى بصبغة الإرهاب وصبغة داعش. أقول بكل صراحة أهل الفلوجة براء من الأفعال الإرهابية والأفعال الإجرامية. كثير من المدنيين الحقيقة ينتظرون اللحظة التي تتحرر فيها هذه المدينة، وهم بقلوبهم وبأيديهم وبإمكانياتهم سيكونون عون وسند للقوات المحررة. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن آلاف العائلات العالقة داخل مدينة الفلوجة تواجه ظروفاً معيشية رهيبة، وأن نحو 800 شخص فقط تمكنوا من الفرار منذ بدء العملية العسكرية الكبرى لاستعادة السيطرة على الفلوجة. جاءت هذه التحذيرات على لسان ليز جراند منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق، التي قالت في بيان إن البعثة تتلقى تقارير مؤلمة عن المدنيين العالقين داخل الفلوجة وهم يرغبون بالفرار إلى بر الأمان، لكن ذلك أشبه بالأمر المستحيل. وقالت الأمم المتحدة إن غالبية الذين تمكنوا من الفرار منذ 22 من أيار مايو، وعددهم 800 شخص فقط، هم من سكان المناطق النائية، وإن بعض الأسر قضت ساعات طويلة وهي تسير في ظروف مروعة للوصول إلى بر الأمان، بينما سكان مركز المدينة يعانون مخاطر أكبر كونهم غير قادرين على الفرار. وأوضحت جراند أن الغذاء محدود ويخضع إلى سيطرة مشددة والدواء نفد، والكثير من الأسر تعتمد على مصادر مياه ملوثة وغير آمنة لعدم توفر خيار آخر. وحذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي من أن أكثر من 50,000 مدني محاصر في الفلوجة يعانون الأمرين، بين القصف الذي يجب أن يكون دقيقا وبين الحصار الخانق الذي يفرضه داعش عليهم. ودعا رئيس اللجنة أرشد الصالحي عبر الشرقية نيوز الجهات كافة إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات ترتكب من قبل أي طرف ليتسنى متابعتها من الجوانب القانونية والإنسانية. اليوم الفلوجة محاصر من كل الأطراف وبحاجة إلى أن يكون هنالك منفذ، لا زال المنفذ غير متوفر لأن داعش يستخدم أساليب بشعة في الانتقام من المدنيين أيضا. يعني حياة المدنيين صعبة جدا، لا يمكن أن نقيسه، سواء كان بالقصف الذي يحصل عليهم أو بممارسات داعش، لكننا في نفس الوقت نخشى على حياة مدنيين من الناحية الإنسانية، ونخشى أن تصاب عليهم أهداف بالخطأ. فلذلك أكدنا على قادة العمليات الحربية العسكرية وعلى السيد رئيس الوزراء بضرورة توخي الحذر والدقة. لا نريد إثارة الفتنة، لا نريد إثارة المشاكل، لكننا في نفس الوقت نتابع. اليوم علينا أن نتابع ونرصد، لكننا أيضا نتوجه بطلب من الجميع بأن يساعدنا في هذا المجال. من يتوفر لديه معلومات أكيدة من داخل الفلوجة هل هنالك انتهاك أم لا؟ أنتم تعلمون بأن الفلوجة أصبحت بعيدة من الواقع سنوات، سنتين ونحن بعيدين عنهم. لذلك من يحاول أن يزودنا بحقيقة ما يحصل أيضا، نحن لدينا مصادر ولكن لتكون مصادر أخرى أيضا إضافية. في الحصاد وبعد قليل. We'll be right back.
القيادي في حزب الدعوة علي العلاق ضيف الحصاد يتحدث عن أزمة البرلمان والمحكمة الاتحادية وموضوعات سياسية وأمنية أخرى. دعا عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي والنائب عن الأنبار حامد المطلق إلى إبعاد الحشد عن معارك الفلوجة لتلافي تكرار تجارب جرف الصخر ويثرب وديالة التي انقلب النصر فيها إلى دمار وخراب. واستغرب حامد المطلق خلال مؤتمر صحفي ما سماه القصف العشوائي والدفع الطائفي خلال عملية الفلوجة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لا تخدم المعركة. يعني هناك قادة عسكريين يقولون أن الحشد فقط يطوق والجيش والجهات الأمنية والرسمية هي اللي تقتحم، ولكن الأخطر من ذلك كله نقول لماذا هذا القصف وهذا الحشد العفو هذا القصف العشوائي وهذا الدفع الطائفي من قبل الحشد؟ ولهذا نقول أن هذه الإجراءات لا تخدم المعركة على الإطلاق. لهذا أنا أطالب بحقيقة أن يبتعد الحشد من هذه المعركة وأن تكون معركة لكل العراقيين لكي يفخر فيها جميع العراقيين ولكي نبتعد عن الفتنة والإحقاد والبغضاء التي تنشر وتعمق داخل المجتمع العراقي من خلال هذه التصرفات. نحن نخشى من هذه التصرفات، وأنا عندما أبني هذا الموقف أبني على حقائق حصلت في جرف الصخر وفي يثري وفي أطراف بغداد وفي ديالة وفي مناطق كثيرة. لذلك لا نريد أن نكرر هذه التجربة الأليمة الفاشلة وأن ينقلب النصر في الفلوجة إلى دمار وتدمير وإلى حرق وإلى مأساة حقيقية لا نعاني منها اليوم فقط وإنما نعاني منها على مر التاريخ. ولا نريد أن نحقق أهداف الأعداء الذين يرومون السيطرة على مقدرات هذا البلد من خلال هذه الفتن وهذه التدخلات. حول جملة من المواضيع السياسية والأمنية ومواضيع أخرى نرحب الآن بالسيد علي العلاق القيادي في حزب الدعوة. أهلا بك سيد علي ضيفا كريما في هذا الحصاد، نشكرك على الانضمام. نبدأ معك من معركة تحرير الفلوجة. اليوم استعادت القوات الأمنية السيطرة بالكامل على قضاء القرمة، ولكن هذه الانتصارات تتزامن مع تصريحات لسياسيين يعتبرها البعض بأنها استفزازية، كأن توصف الفلوجة ببؤرة الإرهاب، كأن توصف الفلوجة برأس الأفعى. أنتم هل تتفقون بأن هذه التصريحات استفزازية قد تؤثر سلبا على الانتصارات وسير المعارك في الفلوجة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم أخي العزيز وأحيي المشاهدين الكرام. لا شك أننا نريد لمعركة الفلوجة أن تكون معركة وطنية خالصة تتضافر فيها جميع الجهود الوطنية العراقية من كافة مكونات الشعب العراقي بعيدا عن أي لون من ألوان الاستفزاز. وبلا شك يعني أي تصريح يعرقل سير المعركة أو يثير شحنها أو على الأقل يعطي فرصة للمتربصين بالعراق ومتربصين بأبناء الحشد الشعبي أن يثيروا الفتن ضدهم، هذه التصريحات يعني نعتبرها تصريحات غير موفقة وغير صحيحة على الإطلاق، وبلا شك نرفضها رفضا قاطعا. نعم سيد علي، يعني هل تعتقد بأن تزامن عملية انطلاق تحرير مدينة الفلوجة جاء ربما مناسبا مع الوضع السياسي والخلافات السياسية تحت قبة البرلمان أو في العملية السياسية؟ يعني تعلمون أختي الكريمة أن العمل القتالي ضد داعش لا يتلازم مع الظرف السياسي، يعني داعش إرهاب أعمى يقتل يوميا، وكلما طال عمر هذا الإرهاب يوم واحد أو ساعة واحدة يعني تزداد إراقة عملية إراقة الدماء وتزداد معاناة ومأساة شعبنا ولا سيما محافظاتنا الغربية اللي تقع بعضها تحت سيطرة داعش، بعض المدن يقصد. فبالنتيجة يعني مواجهة داعش واستمرار ومواصلة الجهد اليومي لقتاله وطرده من العراق، هذا جهد يعني يجب أن تتضافر كافة الجهود لدعمه وإسناده. أما الوضع السياسي والشأن السياسي أو الخلافات السياسية ليست بالشيء شيء جديد، ولا يمكن أن نعطل مشروع جهادي عظيم قتالي لتخليص العراق من أعظم بؤرة فساد وإرهاب في العالم
لا يمكن أن نعرقلها أو نوقفها على خلافات سياسية بين الكتل حول إدارة شؤون الدولة أو عقد البرلمان أو قوانين أو مقررات أو مصالح، أو أحيانا نعبر عن استحقاقات لكتل ترى أنها لا استحقاقات. هذه قضايا يعني لها ميدانها، وهو الميدان السياسي وميدان مجلس النواب وميدان الحوار، ولا دخل يعني يجب أن لا نربطها أبدا بالعمليات القتالية. فلذلك نحن مع استمرار العمليات القتالية، ونعتقد أن عملية الفلوجة في هذه الأيام كانت موفقة وفي التوقيت الصحيح، وعلى الأقل تضع المسؤولين السياسيين والقادة السياسيين أمام مسؤولياتهم الوطنية، فإن تناسوا الخلافات ويرجعوا إلى ما معنى إلى حضن المصالح، يعني المصالح العليا وتقدير المصالح العليا. طيب سيد علي، يعني انطلاقا مما ذكرته، يعني الآن الوضع يتطلب تناسي الخلافات، ولكن على أرض الواقع يعني لا تزال هناك خلافات ما بين الكتل السياسية، لا تزال هناك جمود يصيب البرلمان وأيضا حتى مجلس الوزراء. كيف تنظر إلى انعكاس هذه العملية على الساحة السياسية؟ وأقصد بها عملية الفلوجة. يعني أنا معتقد أن أنا معتقد أن هذه العمليات البطولية وهذه الانتصارات لا شك ستلقي بظلالها على الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق، وأعتقد أنها ستعطي تحفيزا للقادة السياسيين أن يدركوا أن مصالح الشعب وأن الجهاد ضد داعش كما قلت، واستمرار هذه الروح الحماسية لمقاتلين وحفظ معنويات المقاتلين تدفعهم إلى أن يكونوا أكثر شعوراً بالمسؤولية وأكثر مرونة في الحوارات. لذلك أنا أعتقد من شأن أن يخفف التوترات، ولاحظنا يعني أن الكتل السياسية بعد حواراتنا معها أبدت استعداداً جيداً لحضور جلسة البرلمان. يعني كنا قد أجرينا سلسلة من الحوارات البناءة مع كافة الكتل السياسية بلا استثناء، وهنالك عدد كبير من هذه الكتل أبدى رغبته الجادة في دعم المشروع الأمني والواقع الأمني، وأبدى استعداده لحضور جلسات البرلمان. هذا مؤشر إيجابي أن معركة الفلوجة ألقت بظلالها الإيجابي على الواقع السياسي بدرجة معينة. نعم سيد علي، يعني في محور آخر من هذا الحوار، وهو قرار المحكمة الاتحادية الذي أرجئ إلى يوم الأحد، هل تعتقد بأن هذا اليوم يوم الأحد سيكون هو اليوم الذي سينهي ربما الأزمة السياسية الحاصلة تحت قبة البرلمان أم ماذا؟ يعني أيضا أقول أنه لا نريد أن نربط انعقاد جلسة البرلمان ومواصلة العمل في البرلمان بشكوى ربما تقدمت بها كتلة أو كتل سياسية معينة، خصوصا المعترضين والمعتصمين قدموا شكوى. لا نريد أن نعطل عمل البرلمان يعني توقفا على ما تنتجه قرارات المحكمة. تدرون المحكمة لسياقاتها القانونية والقضائية، ومن شأنها أن تأخذ فترة هذه، يعني ما نستطيع أن نفرض على المحكمة أن تتجاوز السياقات القضائية والنظر في الدعاوى والنظر في الوثائق والمستندات والمحامين والمرافعات والإثباتات. هذه كلها تحتاج وقت، ولذلك أنا لا أعتقد أن المحكمة الاتحادية قادرة على أن يوم الأحد بالذات تحسم الأمور. نأمل أن تستطيع، لكن أعتقد يصعب عليها ذلك، وخصوصا مع المشهد اللي أنا أراه وأعتقد فيه تعقيد في القضايا اللي مرفوعة. فلذلك يعني أقول جلسة مجلس النواب تنعقد ولدينا جهد مضاعف لعقدها. نعم ننتظر نتائج ما تسفر عنه المحكمة الاتحادية لاحقا. طيب كيف سيكون مصير الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان شاملة يوم الأحد إذن سيد علي، في ظل يعني تأخر قرار المحكمة الاتحادية في البت بدعوى دستورية جلستي مجلس النواب؟ أنا قلت يعني لا داعي للربط بين انعقاد الجلسة كاستحقاق وطني واستحقاق مؤسساتي واستحقاق الواقع السياسي العراقي، لا نربطها بعملية أو الحكم الذي ستصدره المحكمة. يعني سواء أصدرت المحكمة حكمها يوم الأحد أو أجلت أو نظرت في أو أجلت المحاكمة والمرافعة إلى وقت آخر، يبقى انعقاد جلسة مجلس النواب مسؤوليتنا كنواب وكتل سياسية. وأن لا شك يعني إذا المحكمة لاحقا ولو بعد 10 أيام أو أكثر حكمت، بلا شك قرارها سيكون ملزم للجميع، وما يترتب على الجلسات هذه راح يكون إلى أثر. فأنا اللي أعتقد المجلس سيواصل جهده، الكتل السياسية المؤمنة
بضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب، ستواصل عملها ويعني مع حواراتها، وأيضا سنتحاور مع الإخوة والأخوات النواب المعتصمين ونطلب من عندهم أن ما معناه أن يبدوا مرونة أكثر لعقد جلسة مجلس النواب ولينتظروا نتائج المحكمة الاتحادية. نعم، ولكن سيد علي، في الواقع هناك بعض الكتل السياسية ربما علقت أو يعني ربطت القرار بقرار المحكمة الاتحادية بحضور جلسة البرلمان. يعني ما بالله اعيد السؤال، فكرة السؤال مو واضحة عندي، عفوا. هناك بعض الكتل السياسية ربطت قرار المحكمة الاتحادية بحضورها لجلسة البرلمان. ها يعني تقصدين انه علقت حضورها بالبرلمان؟ نعم، على قرار المحكمة الاتحادية. نعم، تفضل. يعني بلا شك احنا لا نريد ان نملي على كتلة سياسية او على سادة نواب او نائبات، لا نريد ان نملي عليهم رايا معينا. هذا راينا اللي مقتنعين باننا يجب ان نحضر. امامنا ملف امني خطير يجب ان يدعم ويساند بقوه، لدينا ملف اقتصادي مهم وخطير جدا، وهنالك الان ما يعبر عنه بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واجتماعات في اليابان والدعم الدولي الان المقدم للعراق اقتصاديا، هذا كله متوقف على ان ينظروا الاستقرار السياسي في العراق. ولذلك انا اقول نحن ككتل سياسيه نؤمن بوجوب ولزوم عقد جلسه مجلس النواب، نطالب الكتل الاخرى اللي تعلق حضورها على هذا الشرط او ذاك ان تؤجل هذه الشروط وتحضر، وبالنتيجه هو مجلس النواب هو ميدان الحوار. مجلس النواب اذا كان لديها شروط او رؤى او توجهات، هذه في مجلس النواب نتحاور عليها وجه لوجه، سواء في قاعه البرلمان او في اللجان او في زوايا وكواليس مجلس النواب. أما المحكمة الاتحادية لها شأنها وتصدر يعني قرارها بمتى ما تصدر حسب السياقات القضائية، وسنلتزم جميعا بما تصدره المحكمة الاتحادية. طيب سيد علي، يعني بخصوص اللقاءات السياسية على مدى الأيام الماضية، هناك لقاءات عدة جرت بين رؤساء الكتل، رؤساء الرئاسات الثلاث، ولكن لم تثمر عن نتائج. لماذا؟ يعني هل اليوم القرار أصبح خارج إطار الرئاسات الثلاث؟ هل اليوم الكتل السياسية أصبحت أكثر يعني تمسكا بمطالبها وشروطها مما أفشل عقد جلسة شاملة؟ لا، يعني أنا أختلف مع ما تتفضل به أخي العزيز. بالعكس، الآن كتل سياسية كثيرة الآن أبدت موقفا إيجابيا لعقد جلسة البرلمان. يعني رئاسة المجلس عندما أعلنت أن يوم الأحد هو يوم انعقاد الجلسة، هذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد حوارات سياسية مكثفة وحصول قناعة لدى الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية أن هنالك نصابا كافيا لعقد الجلسة توفر. يعني لاحظ أن إخواننا الكرد كانوا معترضين على الحضور وعندهم شروط، لكن الآن أبدوا مرونة عالية ووافقوا على الحضور. الآن كتلة اتحاد القوى رغم أن عدم شروطهم ولا حواراتهم لا تزال مستمرة مع الحكومة، ولكن أبدوا استعدادهم للحضور. جزء كبير من التعارف الوطني عند استعداد للحضور. الأقليات الدينية يعني كتلة الرافدين وكتلة الأخرى، إخواننا التركمان نسبة كبيرة منهم، فبالنتيجة يعني هنالك الآن إمكانية انعقاد الجلسة، ولذلك أعلن يوم الأحد. هذه كل التطورات إيجابية على صعيد الحوار. نعم سيد علي، يعني هناك دعوات من قبل رئيس الوزراء العراقي لعدم الخروج بتظاهرات يوم غد الجمعة، ربما لتخفيف الضغط على القوات الأمنية المشاركة في عملية تحرير الفلوجة. هل تعتقد بأن هذه الدعوات ربما ستلقى استجابة من قبل المتظاهرين؟ وتعلمون أن المتظاهرين هم شريحة وجزء من أبناء الشعب العراقي، وبالنتيجة يعني يدركوا أن مصلحة الشعب العراقي العامة ومصلحة الانتصار على داعش ومواصلة هذه الانتصارات ودعم القوات الأمنية وعدم عرقلة الجهد الأمني في تحرير فلوجة والانطلاق نحو الشرقاط والموصل
والقائم وتطهير كل الأرض العراقية. هم يدركون هذه المصلحة. الآن شرائح كبيرة من الشعب العراقي ربما لا ترى ضرورة أن الآن في هذه الأيام إحنا يعني نستمر ونواصل التظاهرات. الآن أنا سمعت يعني وأمل أن يكون هذا السماع صحيحا أن هنالك يعني دعوة أطلقت لتأجيلها يعني ربما من المتظاهرين، ما أدري هذه مدى دقتها. سمعت أنهم أعلنوا أنهم سيؤجلوا هذا التظاهر إلى إشعار آخر. إن شاء الله هذا يكون صحيح، وهذا شعور وهذا موقف عالي وشعور عالي بالمسؤولية. لكن أكرر أن شرائح كبيرة وقطاعات كبيرة من الشعب العراقي الآن تدرك أن الاستقرار والهدوء هذه الأيام والدعم المعنوي للقوات الأمنية والوقوف خلفها هذا من شأنه أن يعني يكمل مسيرة الانتصارات ولا يعرقلها. نعم، ولكن سيد علي يعني موضوع التظاهرات في الجمعة السابقة يعني لم يكن هناك إعلان لقيام تظاهرات، حصلت هناك تظاهرات بشكل متسارع، هل تتوقعون حدوث تظاهرات في هذه الجمعة وكيف سيكون التعامل مع التظاهرات؟ الجمعة الماضية كانت هناك انتقادات لكيفية مواجهة المتظاهرين، ما نتج عن هذه التظاهرات من إصابات سواء في العناصر التي تحمي المنطقة الخضراء أو بين المتظاهرين. لاحظ أخي في كل أنحاء العالم أي تظاهرة تنطلق في كل أنحاء العالم، وإحنا عايشين في دول عندها يعني آليات للسماح للتظاهرات وشروط وقوانين وضوابط. في كل أنحاء العالم التظاهر يجب أن يقترن بموافقة الدولة أو على الأقل في بعض الدول إخبار الدولة، وهذا الإذن المسبق أو هذا التنسيق المسبق مع القوات الأمنية والحكومية هذا مهم جدا. ثم تعيين مكان التظاهر، ثم تعيين الأهداف من هذه التظاهر، كل أمور تنسق مسبقا. الأسبوع الماضي التظاهرات التي انطلقت وبشهادة من الأخوة السياسيين اللي يدعمون التظاهرات أنها لم تكن مخطط لها، ما يعرفون كيف انطلقت، والقوات الأمنية تقول أنها فوجئت بهذه التظاهرات. لذلك هذا الأسبوع أيضا يعني يفترض إذا كان هناك تظاهرة أن تنسق مع الجهات الأمنية وتحدد كافة الضوابط، وهم الشخص اللي يتصدى للتظاهرة يجب أن يوقع ويتحمل مسؤولية أي خرق يمكن أن يحصل. يعني إذا حصل خرق لا سمح الله اندساس وربما تحصل عناصر معينة تستثمر وتستغل هذه التظاهرات لأهداف أخرى غير مصلحة العراق، فلذلك من يتصدى لإدارة مشروع التظاهرة يجب أن يتحمل مسؤوليته الكاملة الوطنية والقانونية أمام الشعب العراقي وأمام الحكومة العراقية أن يمنع هذا الاندساس أو هذا الاختراق. لذلك أنا أعتقد يوم غد يعني أعتقد سنشهد هدوءا بإذن الله تعالى رغم المسموعات الكثيرة عن استعدادات للتظاهر هنا وهناك، ولكن يبدو أن البوادر تأجيل التظاهرة أن نسمعها وإن شاء الله تكون دقيقة وصحيحة. نعم سيد علي، يعني إذا تحدثنا عن العملية السياسية وما يعيقها، يعني تحدثنا في هذا الموضوع قبل قليل، برأيك من يعرقل اليوم العملية السياسية ومن يعرقل التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية؟ يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن نوايا من يعرقل أو لا يعرقل. أحيانا قد أن شخص معين يقوم بجهد سياسي أو جهد ما معنى اجتماعي أو أي جهد معين يقوم بقناعة أن هذه مصلحة ويرى فيه مصلحة ويرى أنه من خلاله تصلح العملية السياسية ويتطور الوضع السياسي، ولكن قد ربما لا يعلم أن لهذا الموقف أو لهذا القرار وهذا النشاط ربما تكون تبعات وتداعيات يجب أن يدرسها بعناية ودقة. ولذلك في الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة يعني هي من علائم العقلانية والرزانة اللي يتمتع بها الإنسان السياسي الواعي. فلذلك يعني أنا لا أريد أن أتهم جهة أنها تعرقل سياسية أو غير سياسية، لكنه أقول يجب أن تحسب الأمور بعناية فائقة، تدرس الظروف الموضوعية السياسية في البلد خارج البلد الأمنية الإمكانات المتوفرة هذه كلها تدرس بعناية ونلحظ المصلحة العامة، بعد ذلك يعني ينطلق هذا الفصيل أو ذاك أو هذه الكتلة أو تلك في قراراتها. نعم نعم، القيادي في حزب الدعوة السيد علي العلاق، نشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفا كريما معنا في هذا الحصاد. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com.
دعا الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر إلى وضع استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد داعش، وقال إن للفلوجة مكانة رمزية في العراق والوطن العربي، ووصفها بأنها عمق الأمة في العراق وعمق العراق في الأمة. وقال الخنجر في كلمة متلفزة اليوم إنه يدعو إلى أن تكون معركة الفلوجة معركة نموذجية يتم من خلالها طرد داعش إلى غير رجعة، مع ضمان سلامة المدنيين والبنية التحتية للمدينة. لا يسعنا بعد انطلاق عملية استعادة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش إلا التأكيد على حرصنا على تحقيق أهدافها بإعادة مدينة الفلوجة إلى أهلها الذين تخلى الجميع عنهم، وأن تكون قواتنا العسكرية والأمنية قد تعلمت من خطاياها السابقة، وأن نشهد معركة نموذجية يتم من خلالها طرد تنظيم الدولة الإرهابي من مدينة المآذن إلى غير رجعة، مع ضمان سلامة المدنيين العالقين في المدينة، وضمان الحفاظ على البنية التحتية للمدينة وأملاك المواطنين منذ سقوط الموصل في حزيران 2014. أكدنا أن لا إمكانية حقيقية لهزيمة تنظيم داعش من دون مقاربة سياسية تعيد ثقة الجمهور السني العراقي بالدولة العراقية حكومة وقوات عسكرية وأمنية وقضاء وإدارة، ومن دون مشاركة حقيقية للقوى المحلية السنية في إدارة هذه الحرب. وبأنه لا بد من الاعتراف بأن الأزمة في العراق هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وأن الأزمة الأمنية هي نتيجة مباشرة لهذه الأزمة السياسية، وستبقى هذه المدينة عمق الأمة في العراق وعمق العراق في الأمة. ودعا وجهاء وأئمة الفلوجة السلطات العراقية إلى حصر العمليات العسكرية في المدينة بقوات الجيش والشرطة وأبناء العشائر، مؤكدين رفضهم التام لأفكار تنظيم داعش. وطالب وجهاء المدينة خلال مؤتمر صحفي عقد في أربيل بمشاركة رجال دين، طالبوا الحكومة المركزية بتحمل مسؤوليتها في إيواء النازحين وتوفير المستلزمات الإنسانية لهم. على الحكومة المركزية والمحلية أن تتحمل مسؤوليتها في إيواء النازحين الفارين من مدينة الفلوجة وحمايتهم وتوفير كافة المستلزمات الإنسانية والضرورية لهم. وينضم معنا الآن السيد سالم مطر العساوي، نائب عن محافظة الأنبار. أهلا بك سيد سالم ضيفا معنا في هذا الحصاد. سأبدأ معك من العمليات الجارية الآن لتحرير الفلوجة، كيف تسير المعارك هناك؟ حدثنا، تفضل. شكرا جزيلا لك ولجمهور قناتكم الكريم. حقيقة بالتأكيد مثل ما أشار تقريركم بأن الفلوجة هذه المدينة الكبيرة والذي جعل الله لها رمزية حقيقية على في الأرض وداخل عمق العراق. نعم اليوم تدور معارك كبيرة حول مدينة الفلوجة، ولكن الذي يقلقنا اليوم حقيقة هو الناس العاملين داخل مدينة الفلوجة الذي يتجاوز عددهم 50,000 إلى 60,000. اليوم المعارك حول الفلوجة، وأهم هذه المحاور هو محور القرمة الذي أوشك على الانتهاء وتحقيق النصر عليه. ولكن التأكيدات التي أود أن أشير لها حقيقة كمراقبين وسياسيين وأبناء المدينة هو بعض الخروقات التي تحصل على الأملاك العامة والخاصة. لغاية الآن نعم المعركة تسير بأفق ما مطلوب، وبنفس الوقت حقيقة يعني أثناء لقاءاتنا مع السيد القائد العام للقوات المسلحة ومع غرف العمليات الخاصة بمعركة الفلوجة والقرمة وتحملهم المسؤولية الكاملة للحفاظ على الناس الآمنين داخل هذه المدن. لكن أود أن أشير إلى شيء حقيقة في بداية الموضوع، وهو الزيارات المتكررة للأخوة السياسيين وقادة الكتل السياسية إلى أرض المعركة. هذا حقيقة كان مهم بأن أشير له في خلال لقاء هذا اليوم. أنا أقول من يعني عند زيارة القادة السياسيين إلى مدينة الفلوجة وإلى المناطق
هذه يجب أن تكون زيارة حقيقية للقائد السياسي. اليوم هو الذي يدير المعركة هو القائد العسكري. طيب زيارة القائد السياسي نعم مطلوبة معنويا، لكن السؤال هل القائد السياسي سيتحمل المسؤولية السياسية أمام الشعب العراقي أثناء زيارته إلى هذه الأراضي، إلى أرض المعركة؟ أي هل سيعود إلى بغداد وإلى الحكومة المركزية ويضع مشروعه السياسي ويحقق النصر مثل ما سيحقق القائد العسكري في الأرض؟ هذا حقيقة هو محط استفهام أردت أن أثير الاهتمام به خلال هذا اليوم أو خلال الزيارات المتكررة للمسؤولين السياسيين. المطلوب من القائد السياسي عندما يزور أراضي المعركة، عندما يعود إلى مكتبه، أن يضع المشاريع السياسية التي تؤازر وتحقق وتحافظ على النصر العسكري للمعركة. فبالتالي أود أن أقول شيء، واهم من يقول فقط هو تحرير الفلوجة والمناطق والمحافظات هذه فقط هو النصر العسكري، لا، بل يجب أن يكلل بالنصر العسكري، وهذه المسؤولية التي تقع على المسؤولين السياسيين سواء رؤساء الكتل السياسية أو الأحزاب أو المؤسسة التشريعية. فالذي أريد أن أقوله بأن تحرير الفلوجة نعم سينتهي بإذن الله بنصر عسكري، وماذا بعد؟ هل سنحقق النصر السياسي؟ هل سنضع مشروع سياسي واضح ويحقق المصالحة الوطنية الحقيقية ومفرداتها سواء المساءلة والعدالة أو العفو العام أو تجسير العلاقة بين المواطن والحكومة المركزية، أم ستعود مثل ما كانت ومثل ما أودت بيننا العلاقة وفقدان الثقة التي أنتجت داعش مؤخرا؟ هذا اللي حقيقة أردت أن أشير له أثناء كلامي. نعم. هذا اليوم. ولكن سيد سالم، يعني عندما تتحدث عن النصر السياسي، المكون الآن يذبح من قبل داعش وتحالف القوى يتقاسم المناصب، البعض يقول بأن هناك غلو متأصل بحيث كل اجتماع يتم عقده يتم النقاش عن المناصب وتقاسم المناصب ما بين هذا وذاك، متى ستتخلصون من الفاسدين؟ متى يمكن الحديث عن نصر سياسي خاصة في ظل تنافس هؤلاء الفاسدين؟ المدن ساقطة عسكريا وممثلوها يتقاسمون المناصب. نعم، سأقول لك شيء بصراحة، يعني خلال هذه الأيام يعني على مستوى الشخصي لم يكن في الحسبان بأن أتكلم على وضع سياسي إطلاقا، بقدر ما يجب أن نذهب إلى الدعم المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق النصر العسكري. لكن بما أنه دخل الخط السياسي على هذه المعركة فودت أن أشير مثل ما قلت لك قبل قليل. أما الجزئية التي سألتني عليها فيما يخص الفاسدين والمزايدات، سيدي العزيز، في يعني المثل العربي يقول ماكو زور يخلى من واوي. بالتالي اليوم هذه التفاصيل حقيقة مهمولة من جانبنا ولا ننظر لها، ولا ننظر إلى الذين يتسكعون ويتحينون الفرص على يعني في 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 هذا الظرف، أو خلينا نسميهم تجار الحروب أو تجار الأزمات. بصراحة أود أن أقول لك الكل متفاعل وداعم للمعركة العسكرية في تحرير الفلوجة، وكنا يعني حقيقة قلقين على أهلنا وعلى أملاك أهلنا وعلى محافظتنا وعلى مدينة الفلوجة والقرمة والمناطق المحيطة لها. فبالتالي هذه التخرصات التي أشرت إليها ليست في الحسبان في هذه الأيام. عندما تأتي وقتها نعم سيكون لهم حساب وستكون المواقف الرجال تحسب في تلك الظروف. لكن الذي يهمني اليوم ويهم زملائي ويهم أبناء الأنبار هو تحقيق النصر وإرجاع أهلنا من قبضة داعش الإرهابي وإرجاع النازحين وإنقاذ المأسورين لدى داعش هذا اليوم. أما هذه الجزئية بصراحة لم نأتي إليها في خلال هذه الأيام أو خلال جلساتنا أو متابعتنا إلى المعركة العسكرية في الفلوجة. نعم. سيد سالم، يعني بالحديث عن زيارة السياسيين لأرض المعركة، ولكن لماذا لم يزر السياسيين الذين يمثلون المكون أرض المعركة ويكونوا قريبين ربما من أهلهم؟ نعم، يعني هذا الموضوع ملاحظ تماما، ومن حق الجميع أن يسأل هذا التساؤل، لماذا مسؤولي المحافظة لم يتواجدوا على الأرض؟ وأود أن أوضحها بالتمام على الأقل لجمهورنا الكريم اللي مخفية عن الحقائق. سيدتي الكريمة، قبل أكثر من سنة ونصف بالتواصل مع القيادة العامة للقوات المسلحة على أن
نحقق بعض الشيء وفعلا نؤسس الحشد الشعبي العشائري، الحشد العشائري، وأسسنا هذه اليوم آلاف من أبناء العشائر متطوعين، وتواصلنا مع القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تسليح هذه القوات. بصراحة للأسف الشديد أنا اليوم ما أريد حقيقة أحبط يعني معنويات الحشد العشائري، ولكن يعني هذه الجزئية للجمهور يجب أن يفهمها. منذ سنة ونصف نتابع من أجل تسليح أبنائنا وعشائرنا، وخاصة اللي وقفت أمام داعش الإرهابي منذ أكثر من سنتين، لكن للأسف الحكومة المركزية لم تكن جادة بتسليح أبنائنا وتقويمهم تقويم حقيقي ومجابه إلى المعركة التي حدثت خلال هذه الأيام. هذا ما ألفت انتباهنا، وللأسف الشديد اليوم ذهبت إلى فصائل أخرى من جهات أخرى. اليوم هذه الفصائل أصبحت تمتلك دبابات وراجمات وصواريخ بعيدة المدى وقاذفات وأسلحة نوعية تقاتل بها، في حين اليوم أهل المنطقة وعشائر الأنبار والحشد العشائري لا يمتلك سوى البندقية والسلاح الخفيف أو البكيسي، ورغم ذلك لم يتنصلوا أبناء العشائر، بل وجدوا وكانوا أول الحاضرين على سواتر المعركة. وسمعتم ما سمعتم خلال هذه الأيام من استشهاد أبناء العشائر سواء في العامرية أو في القرمة أو في المناطق الأخرى. هذه حقيقة جعلت لدينا عدة حسابات اتجاه الحكومة المركزية ومصداقيتها بتسليح أبنائنا وأهلنا. فبالتالي اليوم لهذا المؤشر عندما أقول عندما نذهب إلى أهلنا في ساحات القتال، أول سؤال سيوجه لنا كمسؤولين: أين السلاح؟ ماذا سأجيب لهم؟ أقول لهم الحكومة غير صادقة، تسلح الحشد الفلاني دبابة وراجمة وأنتم غير موثوق بكم، لا تقبل أن تسلحكم بكيسي وقناصة أو على الأقل أسلحة مقارعة للعدو. فبالتالي بصراحة يعني عز علينا تماما هذا الموضوع، ولكن هذا لا يقطع الأمل ولا يقطع الغيرة اللي يمتلكها أبنائنا وعشائرنا وأبنائنا في خاصة في حديثة والخالدية والعامرية التي صمدت منذ سنتين. هذه هي أهم الأمور اللي جعلت يعني جعلتنا بصراحة تجاه هذا السؤال اللي تفضلت به. طيب سيد سالم، يعني تحدثت في بداية هذا الحوار عن وجود خروقات ترافق هذه العمليات الجارية الآن في القرمة، يعني من الذي يقوم بهذه الخروقات؟ هل تم تحديد الجهة أو العناصر التي قامت؟ وهل هناك مراقبة لأداء العمليات أنتم كنواب عن محافظة الأنبار؟ نعم، حقيقة بشكل عام نحن يعني عندما متواصلين مع غرفة عمليات وإدارة الأزمة في الفلوجة والعمليات المشتركة والسيد القائد العام، نعم حقيقة كنا حريصين على يعني الاستفادة من الخروقات أو الأخطاء الماضية التي حصلت سواء في ديالة أو في صلاح الدين أو في بعض الأقضية والنواحي. لغاية الآن كما تعلم نعم يعني دخلت الفصائل يعني القطعات العسكرية وربطت في جهات في مناطق بعيدة عن الفلوجة، لكن فيما يخص القصف العشوائي نعم حدثت اليوم بعض الخروقات. للأسف القصف العشوائي وخاصة على مدينة الفلوجة اليوم عصرا أو بعد الظهر بقليل، القصف العشوائي اللي أصاب الناس المدنيين الآمنين في منطقة شعبية آهلة بالناس في منطقة النزيزة، وهي هذه معروفة منطقة شعبية آهلة يتسوق بينها أبناء الفلوجة. لغاية المغرب أنا على تواصل معهم، للأسف الشديد الضحايا لم ترفع من مناطق تخوفا من القصف العشوائي. هذه الخروقات يعني طالما أكدنا من عليها وحذرنا منها بنفس الوقت، لأن قد في لحظة ما تشوه الصورة بالكامل، تشوه صورة المعركة وتشوه صورة النصر العسكري. فبالتالي حقيقة نعم اليوم متواصلين مع القيادة العامة وقيادة العمليات المشتركة فيما يخص هذه الخروقات. لا نريد أن تشوه صورة النصر وتحرير مدينة الفلوجة واستغلالها من أطراف آخرين وكل يندب على ليلى، هذا حذرنا. وكما أشرت في تقاريركم السابقة إلى التصريحات الطائفية والغير مسؤولة، في حين بنفس الوقت يعني ظهرت تصريحات مسؤولة من قادة سياسيين ومن المرجعية أيضا، أعتقد خرج خطاب واضح تماما ينبذ هذه الأخطاء، وكذلك خطاب السيد عمار الحكيم اليوم الحقيقة اللي نعتبره أيضا رسالة مسؤولة عن تحقيق النصر والحفاظ على
على أن نصر في مدينة الفلوجة وإعادتها إلى أهلها. نعم سيد سالم، ماذا عن وضع الأهالي في المدينة؟ ماذا عن توفر المواد الغذائية إليهم؟ ماذا عن عملية إجلاء النازحين إلى أماكن أكثر أمنا هناك؟ نعم فيما يخص هذه الجزئية حقيقة، موضوع إغاثة النازحين وخروج الآمنين، حقيقة نعم أكو تقصير، ولكن نحن نقدر ذلك التقصير فيما جانب الإغاثي أو السكاني أو المعاشي. للأسف الشديد غير مؤهلة هذه الأماكن إلى النازحين، ولكن اليوم الأهم الأكبر أمامنا هو تحقيق النصر. هذه يجب أن تلتفت إلى وزارة الهجرة والمهجرين بشكل عام، ويجب أن تكون خطة مدروسة وموضوعة، علما بأن لديها علم بأن هناك يعني ناس مأسورين وآمنين وفي لحظة ما سيصبحون نازحين، فبالتالي تقع عليها المسؤولية المباشرة بتوفير المواد الإغاثية والمعاشية والإسكان، وكذلك على الحكومة المحلية. لغاية يوم أمس للأسف الشديد لم تهيئ أكثر من 1000 أو 2000 خيمة، وهذا حقيقة موضوع بسيط جدا لا يمت بحاجة الناس الآمنين. خرجت بعض العوائل اسكنت في هذه المخيمات، لكن الظروف المعاشية عندما تسأليني نعم هناك تقصير كبير فيما يخص المهجرين أو النازحين أو الفارين من أرض المعركة. نعم السيد سالم مطر العيساوي نائب عن محافظة الأنبار كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. إذن مشاهدينا هذا تذكير آخر بعناوين الحصاد. الأمم المتحدة، المدنيون داخل الفلوجة يواجهون ظروفا معيشية مؤلمة، والغذاء والدواء ينفد من المدينة. القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على العامرية والقرمة، والقصف يطال مستشفى الفلوجة التعليمي. العبادي يدعو إلى تأجيل التظاهرات ويؤكد أن حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم في الفلوجة هي أولوية القوات الأمنية، والجبور ينتقد من يحاول تأجيج النفس الطائفي من خلال معركة التحرير. مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء طوز يحذرون من انهيار الهدنة لوجود عناصر غير منضبطة في الحشد. أعضاء في مجلس ديالى يتبادلون الاتهامات بشأن إفشال جلسة إقالة المحافظ مثنى التميمي بعد تأجيلها إلى 6 من شهر حزيران المقبل. وفي الحصاد أيضا، كربلائيون ينتقدون المحسوبية والمنسوبية في دوائر المرور، وبغداديون يطالبون الأمانة برفع المكب غير النظامي للنفايات قرب جزيرة بغداد السياحية. أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بياناً حذر فيه من نية جماعات معينة القيام بتصعيد خطير يوم غد الجمعة، وهو اليوم المخصص لخروج التظاهرات الأسبوعية في العاصمة. وذكر البيان أن العبادي أصدر أوامره إلى وزارة الداخلية للقيام بمهامها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في بغداد، وذلك لانشغال القوات العسكرية وقيادة عمليات بغداد في عمليات تحرير الفلوجة وقواطعها. وقال البيان إن أي إرباك غير مقبول، خصوصا وأن من وصفهم بالمندسين وسط المتظاهرين قاموا بالاعتداء على قوات الأمن واقتحام مبان حكومية بالقوة الجمعة الماضية، ما يوجب منعهم وفرض القانون. في الأثناء دعت قيادة عمليات بغداد المواطنين إلى عدم التجمع بأي مكان من دون موافقات أمنية، وهددت باتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا إلى تأجيل التظاهرات لحين تحرير الفلوجة، وقال إن التظاهرات تشكل ضغطا على القوات الأمنية التي تقاتل حاليا في قواطع الأنبار. دعوة بصراحة أستغل هذا الأمر، دعوة لأبنائنا المخلصين لشبابنا، خلي أجرون مظاهرتهم يظهرون بالفلوجة في يوم تحريرها إن شاء الله.
أنا أدعو اليوم قواتنا الأمنية كلها من شغلة في تحرير هذه المناطق وتقاتل. تسليط الضغط على قواتنا الأمنية في بغداد وباقي المحافظات في التظاهرات يخل في هذا الموضوع، لأن يأخذ جزء كبير من جهودها في سبيل حماية المتظاهرين. صح، واجب الدولة والقوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين، ولكن بسبب حجم هذه العمليات وبسبب الهجمة الإرهابية الكبيرة اللي تحاول تقوم بمجموعة أعمال إرهابية في بغداد وباقي المحافظات، أدعو شبابنا المتظاهرين، متأكد عندهم شعور وطني بهذا التظاهر، أن يأجلون هذا التظاهر لحين تحرير الفلوجة. وأنا أقول لهم نحميكم إن شاء الله تظاهرات باحتفال في تحرير الفلوجة مع أبناء الفلوجة أنفسهم ومع المواطنين جميعا، وهذا راح تكون فرحة كبيرة لكل العراقيين، مو فقط لأهل الفلوجة. بالتأكيد أهل الفلوجة لهم الفرحة الأولى في تحرير مدينتهم وفي عودتهم إن شاء الله إلى مساكنهم. نرحب الآن بيا سيد أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. سيد أرشد، مرحبا بك في هذا الحصاد. بداية، يعني هناك تحذير من قبل الأمم المتحدة حول معاناة المدنيين داخل الفلوجة، أنتم كلجنة حقوق إنسان كيف تنظرون إلى وضع المدنيين داخل الفلوجة؟ ما هي إجراءاتكم تجاه هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. نعم، منذ بداية العمليات الحربية في قاطع عمليات القرمة والفلوجة، ولجنة حقوق الإنسان تتابع هذا الملف، ليس فقط لأن الأمم المتحدة تتابع، وإنما في حرص عملنا كلجنة حقوق إنسان نتابع هذا الملف. نعم، وضع المدنيين في حالة يرثى لهم، والأسباب كثيرة، منها الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل عصابات داعش في عدم السماح لهم بالخروج إلى خارج الفلوجة وممارسة الضغوطات، بالإضافة إلى قلة المعونات والمواد الغذائية والطبية والدوائية لهم منذ أشهر. أما من ناحية أخرى هي حالة العمليات الحربية أيضا، والتي يتأثر به أيضا المدنيين العزل من جراء هذا العمل. لذلك زيارتنا كانت اليوم لبحث هذا الملف مع السيد رئيس الوزراء ومع القادة الميدانيين بخصوص الحفاظ على سلامة المدنيين أثناء العمليات الحربية التي تطالهم، سواء كان بالقصف العشوائي أو بآلية فتح ممرات لهم. أما ماذا عملنا في هذا الخصوص، كانت لدينا لقاءات مع السيد وزير التجارة وكالة والسادة في وزارة الهجرة والمهجرين بضرورة الاستعداد لأي عمل طارئ أو نزوح جماعي يحصل لأهالي الفلوجة أثناء العمليات الحربية خلال الأيام القادمة، وواعدنا السادة المسؤولين الوزراء بهذا الخصوص. نعم نعم سيد أرشد، ولكن قبل أشهر كانت هناك نداءات وتحذيرات من نفاد الغذاء والأدوية، هل بالإمكان الآن مساعدة المدنيين مع بدء عملية التحرير؟ يعني طبعا نحن كحالة إنسانية يجب أن يكون هنالك تعاون مثمر بين القوات الأمنية وبين الأطراف كلها في سبيل إيصال المواد الغذائية والطبية، ولكن اليوم العمليات الحربية موجودة، كيف ممكن؟ كان هنالك فكرة حول إلقاء المواد الغذائية والطبية جوا، وهذا الأمر لم يتحقق لأسباب عسكرية وأسباب أمنية أيضا، خشية من تحوله أو إلى عصابات داعش. هذه طبعا الأمر حاليا صعب جدا. ما موجود أمام المدنيين في الفلوجة حالة صعبة جدا، يندى لها جبين الإنسانية في بقائهم بين المطرقة والسندان، لا يوجد أمامهم خيار غير أن يكون هنالك ملاذ لإخراجهم، ولكن الوضع الإنساني صعب جدا. الأطفال، النساء، الشيوخ، حسب معلوماتنا نعم وضعهم صعب جدا، وللأسف هذا الذي يحصل الآن منافي لكل الأعراف والحقوق ومبادئ حقوق الإنسان.
ولكن سيد أرشد، يعني اليوم الممرات الآمنة لا يستطيع أهالي الفلوجة الخروج منها، لا توجد هناك أدوية ولا أغذية، داعش يحاصرهم يمنعهم من الخروج، العمليات بدأت، يعني كل هذه الظروف، العدد ليس بالقليل، العدد يتجاوز 50,000 مدني داخل الفلوجة، يعني هل نقول أن هؤلاء مصيرهم سيبقى يعني مرتبطا بنهاية العمليات وما ستؤول عليه العمليات؟ هل العدد بهذه القلة التي يمكن الاستهانة بمصير هؤلاء؟ يعني أنا لا أحب أن نكون سوداويين أكثر. نعم، ولا أريد أن أقول بأنه سوف لن يتأثرون بالعمليات الحربية، باعتقادي الجميع يترقب هذا الأمر، وهنالك كثير من أن يريد أن يحصل على بعض الأمور في معارك الفلوجة. أنا باعتباري طرف لا أميل إلى أي جهة سوى إلى الواجب الإنساني والذي أقسمت اليمين عليه، والجميع يترقب منا هذا الأمر. طيب سيد أرشد، الواجب الإنساني اليوم الذي تتحدث عنه والقسم الذي أقسمت عليه، ما الذي يوجبه عليكم اليوم تجاه مثل هكذا حالات؟ أنا كنت يعني قادم إلى هذه النقطة. الواجب الإنساني الذي يوجب على الجميع مساعدة أهالي الفلوجة المدنيين يجب أن يكون هنالك تعاون. هذا التعاون إذا لم تحصل بين السياسيين هذه المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة وكل هذه الأطراف مع القوات المقاتلة مع الحشد العشائري الذين هم من أبناء المنطقة ومع القوات الأمنية، ممكن أن تبقى الأمر فقط تصريحات سياسية، فقط مزايدات ستكون. أنا أنفي هذا الكلام، لكن الحالة الصحيحة لكسر هذا الطوق يجب أن يكون هنالك. أنا أدعو السياسيين من النواب ومن أعضاء مجلس المحافظة ومن الجميع وشيوخ العشائر التعاون، اتركوا الخلافات، هذا الشيعة هذا السنة وهذه معارك فلوجة داعش، اتركوا اليوم، ضعوا أمامكم حالة المدني. إذا أردنا أن نفتح ثغرة في أطراف الفلوجة بعد استعدادات القوات الأمنية للدخول، أهالي المنطقة أعلم بجغرافيتهم يجب أن يتواجد مع القوات الأمنية أهالي المنطقة، العشائر الأنبارية عشائر الفلوجة أن يتواجدوا معهم، لأنهم هم أعلم بجغرافية المنطقة لكي يتمكنوا على الأقل من الحصول على ثغرات لإخراج المدنيين أو إدخال المواد الغذائية. القضية ليست بالأمر الهين، الكلام بسيط، أنا أقول هذا الكلام أمام الإعلام ولكن بسيط، ولكن إجراءه على أرض الواقع صعب وبحاجة إلى تكاتف. هذا الذي أنا أتمكن أن أقوله، هي أقول للجميع أن يتعاونوا، أتركوا الخلافات وأتركوا القضية الطائفية وما يحصل في هذه المنطقة، هناك ناس مدنيين آمنين يجب أن نقف معهم، ولذلك كانت زيارتنا دعم للقوات الأمنية وفي نفس الوقت متابعة حالة المدنيين المحاصرين بين نار القوات الأمنية التي قد تقصف بشكل غير بالخطأ أو من جرائم داعش الذي لا يسمح لهم بالخروج. المعلومات التي لدينا أنه أعدم كثير من العوائل التي تحاول الهروب، ولذلك أنا مرة أخرى أقول الحالة الإنسانية صحيحة يتطلب تضافر الجهود، وإلا ولا أعمل الحالة كأنه لا يوجد شيئا في الفلوجة، أتحدث بما يملي علي ضميري ونيابة عن أعضاء لجنة حقوق الإنسان، أتحدث هذا الكلام ومستعدين لأن نقدم الأكثر إذا كان هنالك تعاون بين الأطراف التي تريد الدخول إلى الفلوجة. نعم، السيد أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. حذر مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني
عفوا مشاهدينا، في قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين حذروا من انهيار الهدنة الأمنية المبرمة مع قادة الحشد الشعبي لوجود أطراف منضوية بالحشد غير منضبطة وجراء تعدد مراكز القرار الأمني. ويقول مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في حمرين كريم شكر إن الاتفاق غير منفذ أصلا وأن أقل من 25% منه فقط منفذ، فيما يؤكد قائم مقام القضاء شلال عبدل ضرورة الحفاظ على الاستقرار النسبي الحالي. بعد الاتفاق الذي جرت بين الطرفين مع الأسف يعني لم تنفذ جميع بنود الاتفاق، وكان المدة الزمنية شهر لتنفيذ بنود الاتفاق، ولكن هناك أسباب أدت إلى عدم تنفيذ الاتفاق جميع بنود الاتفاق. حسب تصوري نفذ الاتفاق بحدود 20 إلى 25% من بنود الاتفاق، ولكن الوضع هادئ بشكل عام ونحاول إن شاء الله تطبيق جميع بنود الاتفاق فترة زمنية. مع الأسف احنا نعاني من مشاكل كالمكون الكردي او الجهة اللي يمثل المكون الكردي نعاني من مشاكل، وهي تعدد المرجعيات من الطرف الثاني. مع الأسف هناك مجاميع لم يكن تحت سيطرة هيئة الحشد الشعبي او تحت سيطرة الإخوان اللي احنا عقدنا الاتفاق وتم الاتفاق معهم، سواء فصائل المجاهدين، وليس هذه الفصائل ليس تحت الحشد الشعبي. الحشد الشعبي وأكثرية المشاكل تتجه من هذه الفصائل. أطلب من الجميع الأطراف الجلوس حول وضع آلية لإعادة نازحي ناحية سلام بيك، وأنا أتمنى في كل الجلسات يكون من أولويات المواضيع التي تطرح هو إعادة نازحي ناحية سلام بيك مركز الناحية حسن عسى في الوقت الحاضر. تبادل أعضاء في مجلس محافظة ديالى ينتمون إلى عراقية ديالى الاتهامات بشأن إفشال جلسة إقالة المحافظ مثنى التميمي بعد تأجيلها إلى 6 من شهر حزيران المقبل. واتهم رئيس المجلس عمر الكروي في اتصال مع شرقية نيوز أعضاء في عراقية ديالى لم يسمهم بإطلاق حجج واهية وأعذار للتغيب عن جلسة المجلس. خلال هذه الفترة المضت كان هناك عدة محاور وعدة مواعيد ثابتة، منها مواعيد فترة الاستجواب وأيضا فترة استجواب آخر وتأجيل وإلى آخره، وإلى ما حصل أيضا في ناحية السلام في فترة أيضا في فترة الإقالة. تم تحديد هذا اليوم هذا الموعد في إقامة الجلسة في مجلس محافظة ديالى بحضور كل الأعضاء، هي جلسة الإقالة. ولكن نتعجب خلال الجلسة هناك مراوغات كثيرة تحصل من قبل كثير من الأعضاء الموجودين، هناك من يحاول غرض تأجيل الجلسة ولغرض عدم الإقالة الموجودة أو اتخاذ أعضاء مجلس المحافظة القرار فيما يخص الإقالة. وبالتالي اليوم أصبح مجلس المحافظة مثل ما تفضلتوا أصبح هناك انقسامات موجودة، وهذه من ضمن الانقسامات اليوم هم 6 الموجودين من أعضاء مجلس المحافظة المطالبين 6 إلى 7 مطالبين بالإقالة. ولكن نحن نتعجب عندما نحدد الموعد الموجود هناك أعضاء متغيبين عن الجلسة بكثير من فترة هذه الجلسات المتعاقبة الموجودة فيما يخص الاستجواب والإقالة، وبالتالي هناك عدم مصداقية موجودة في اتخاذ مجلس المحافظة قرار فيما يخص هذا الموضوع. من جانبها ردت عضو المجلس أسماء ينبش في اتصال مع الشرقية نيوز ردت على تصريح الكروي بأن 6 أعضاء من بينهم الكروي اتفقوا مسبقا مع التحالف الوطني لتأجيل جلسة الإقالة، مؤكدة انقسام أعضاء ديالى بسبب الخلاف على جلسة إقالة التميمي. فاجأنا أنه بعض من أعضاء القامة العراقية بتعاون مع 2 من أعضاء التحالف الوطني قدموا طلب تأجيل لغاية 1/6 للبت لقرار موضوع سيد المحافظ، وكانت هناك عدة آراء طرحت خلال هذا اليوم، منها أنه قبل فترة حوالي 10 أيام السيد رئيس مجلس النواب قد أرسل إلى كافة أعضاء القائمة العراقية بالاجتماع في منزله في بغداد، وتفاجأنا بتغيب عدد من أعضاء مجلس المحافظة وتم تأجيل الاجتماع اليوم الثاني
للقاء بكافة أعضاء مجلس محافظة للخروج برؤية موحدة تخدم الشارع في محافظة ديالى وخاصة شارع المكون الذي ننتمي إليه. نحن أعضاء القامة العراقية تم الاجتماع أن يكون تغيير السيد المحافظ بعضو من القامة العراقية، زين، لكن تفاجأنا أنه أن يكون المنصب للتحالف الوطني. أفتأ السيد رئيس مجلس المحافظة أن يكون التغيير إذا كان بصالح التحالف الوطني. نحن أصلا تم نهب منصب المحافظ من القامة العراقية وأعلن سابقا انسحابنا من العملية السياسية. قال مراجعون لدائرة مرور غرب كربلاء إن المحسوبية والمنسوبية تضرب يوميا عشرات المعاملات، ويمر الانتظار الطويل من 8 صباحا إلى 3 من بعد الظهر من دون إنجاز. واتهم مراجعون للدائرة معقبين بتعمد تعطيل معاملات للحصول على منافع بالتنسيق مع ضباط في دوائر المرور. مرور كربلاء ديت اللي هناك الجو اللي بسيف ساعات أخذوا الفايلات من عندنا، ومن أخذوا الفايلات قالوا يجيبه المحتمد للمعمل. فمن المحتمد اجيت هنا من الصباحيات من 6:30 للمعمل ما لقيت، دورت على المحتمد ما لقيت، قالوا لا ارجع للمديرية جيب الفايل مالتك. اجيت هناك طبيت على الطابور اوس جيب السره وجاب هذا بن عم الضابط وهذا من قرايبه وهاي بفلوس وما ادري شنو هو ويمشون. احنا اخير شيء الساعه 3:30 وماكو دوام، خلينا نرجع. المعقبين يجون يعطون فلوس ومشونهم الضباط، المعقبين يعطون فلوس ومشونهم الضباط. وبالنسبة احنا المواطنين الفقره ظالين يا فرج الله. من الصبح من الساعه 8 ولحد هاي الساعه اللي انا احكي وياكم بيها، زين، لحد الساعه هاي الساعه بيدي 3:30 اكو دوام 3:30 صالبين العالم، اشاره راحت اشاره اجت، اشاره راحت اشاره اجت، يمشون جماعه شو اسمه التعقيب معاقبين المعاملات ذولا من الاولويه. وقسم بعد تعرف انت عادي احتمال بفلوس يعني مشون ما اعرف. وقسم هذا صديق المرور وهذا ابن عم الضابط وهذا ابن عم النقيب والعالم الله شاهد. اليوم انا لا غريوك ولا غداء ولا صلاه، وعندي مريضه مره مريضه بالبيت بها حتى قلب وسكر وضغط. طلب مواطنون في بغداد سلطات الأمانة فيها برفع المكب غير النظامي للنفايات الموجود على الطريق المؤدي لأجزية بغداد السياحية التي تعد من بين أهم المقاصد السياحية في العاصمة. ويقول زوار الجزيرة أن رائحة المكب تزكم الأنوف والنفايات فيها ترتفع إلى أمتار عدة، وأنه حري بالسلطات المعنية تجميل تلك الطريق لا تخريبها. خمائل الكاتب والتفاصيل. على الطريق إلى جزيرة بغداد السياحية التي تعد أبرز وجهة سياحية شمال شرقي العاصمة، ترتفع أكوام النفايات في مواقع الطمر تزكم الأنوف. موقع نظامي وغير نظامي، متروك وغير متروك بحسب سلطات الأمانة التي عزت ارتفاع النفايات في هذه المنطقة إلى قلة المتابعة وإفراغ موقع الطمر بشكل دوري. هي المفروض أمانة بغداد يعني تشرف على هذا الموضوع، تخلي كوادر تنقل هذه الأنقاض من مكان إلى يعني خارج حدود بغداد، يعني مو تنقل من مكان بغداد، يعني تنقل من مكان لمكان. هذا الشيء مو صحيح ومو المفروض. بغداد التي تضم 14 بلدية تمتلك 9 محطات فقط لكبس النفايات وتجميعها، وهذا الموقع القريب من المقصد السياحي الأهم ليس من بينها، ما يطرح تساؤلات عدة حول آلية توزيع مواقع الطمرة. يعني احنا نريد التفاتة من جانب مجلس المحافظة، من مجلس المحافظة، من وزارة الصحة هي نفسها المعنية بهذا الأمر. المفروض قرار الطمرة الصحة احنا كلنا نشوفنا بالدول الأوروبية والدول الآسيوية ونطلع لها، يعني بعيد خارج المحافظة كل البعد. احنا هنا داخل المحافظة، يعني احنا هذا الجراج هو هذا الموقع على طريق سياحي، المفروض يكون مكان مطابق بجميع المواصفات الصحية. هذا أكيد يكون إذا قريب على المكانات اللي يتوفر بها النفايات أو يتوفر بها البيئة الوسخة خلينا نقول، فهذا أكيد مضر على المواطنين وعلى صحة المواطنين. فريق الشرقية نيوز منع من تصوير هذا المكب غير النظامي من مكان قريب، غير أن ارتفاع النفايات فيه فوق 5 أمتار ووجود ما يعرف محليا بالنباشة فيه لم يكن يحتمل أصلا الاقتراب منه.
من بغداد خمال الكاتب، الشرقية نيوز. يواصل مقاتلو درع الفلوجة المكون من عشائرها تقديم الدعم والإسناد الميداني للقوات المشتركة في محاور الفلوجة المختلفة والعمل على مسك الأرض بعد تحريرها. وتزايد الاعتماد على مقاتلي درع الفلوجة بعد لجوء التنظيم إلى أساليب جديدة لإعاقة التقدم، من بينها إغراق الأراضي بالمياه ونشر الألغام في المناطق التي لا يعرف تفاصيلها سوى سكانها. باسم الأنباري والتفاصيل. بهدف تحرير مناطقهم وإنقاذ ساكنيها من قبضة تنظيم داعش، ما زال مقاتلو درع الفلوجة يواصلون تقدمهم باتجاه أهدافهم المرسومة في معارك تحرير مدينة الفلوجة وفك الحصار عن عشرات الآلاف من الأبرياء المتواجدين تحت رحمة من لا يرحم. قدمنا اليوم صباح هذا اليوم باتجاه الفلوجة، ونحن حاليا في منطقة الهوار، ما قدامنا مسافة قليلة عن مركز المدينة، وها هم الجنود والقوات الأمنية بأكملها داهمت منطقة البهوة والجمالة، ومن ثم المحور الثالث منطقة البعيفان، وبقت المسافة قليلة جدا عن مشارف نهر الفرات ومن ثم قضاء الفلوجة. نحن حاليا قريبين جدا عن نهر الفرات. حاول العدو داعش الإرهابي بإعاقة القطاعات العسكرية بسق الأرض الزراعية بالماء ونصب العبوات الناسفة. تم معالجة هذه معالجة العبوات بالجهد الهندسي ومعالجة الأرض بالآليات الثقيلة، والتقدم نحو منطقة البهوة ما تفصلنا اليوم عن مدينة الفلوجة إلا 3 كيلومتر مربع، وجاهزون إلى التقدم نحو مدينة الفلوجة، ولكن أشعرنا إلى العوائل أن تخرج لتأمين ممرات آمنة لهم وإنقاذهم من عصابات داعش الإرهابية. الحفاظ على أرواح وممتلكات الأبرياء الذين أجبروا على البقاء داخل مدينة الفلوجة، واستهداف أوكار عناصر داعش بالاعتماد على معلومات استخبارية وبحسب بعض المقاتلين، من أولويات أهداف مقاتلي درع الفلوجة المشاركين في عمليات تحرير القضاء من سيطرة هذا التنظيم المتطرف. نحن أبناء العشائر نساند هذه القوات مساندة عظيمة بالتقديم المشورة لها، لأننا نعرف هذه المناطق، فأهل مكة أدرى بشعابها، وأبناء العشائر كان لهم دور في هذه المعركة اليوم، خاصة في استقبال العوائل التي كانت أسيرة في هذه المناطق، مناطق جنوب الفلوجة، وهذه العملية هي تمهيد لتحرير مدينة الفلوجة. فقمنا مع الجيش لسلك هذه الطرق إلى باتجاه مدينة الفلوجة، ونحن هسه على مشارف مدينة البهوة والجميلة على ضفاف نهر الفرات، محاذية لمدينة الفلوجة، وهسه ما ظل إلا المسافة القريبة جدا. تعرضت مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش إلى أعنف موجة قصف بأكثر من 34 صاروخا نفذها طيران التحالف الدولي ليلة أمس الأربعاء. وذكرت مصادر محلية أن طيران التحالف قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في مناطق الساحل الأيسر من المدينة، مستهدفا 4 عجلات لما يعرف بالحسبة في أحياء البكر وعدن والتأميم، بالإضافة إلى قصف تجمعات للتنظيم في مناطق الصديق والعربي والرشيدية. وأشارت المصادر إلى أن طائرات التحالف أغارت على فندق نينوى أوبري الذي يتخذه تنظيم داعش مقرا له، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه. وأضافت المصادر أن قصفا آخر استهدف عناصر التنظيم في منطقة 17 تموز في الجانب الأيمن من الموصل. في الأثناء ألقت طائرات التحالف منشورات على المدينة تحث الأهالي على الابتعاد عن مناطق التنظيم ومقراته بسبب كثافة القصف الذي ستشنه عليه.
اتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي جهة سياسية دون أن يسميها بأنها تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين من وصفهم بطرفي مجلس النواب العراقي المتخاصمين. وقال المالكي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدم التوصل إلى حل توافقي بين طرفي مجلس النواب سيضع كلا الطرفين أمام خيار المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة للتقارب بين أطراف مجلس النواب مستمرة على الرغم من وجود بعض الشخصيات التي تحاول عرقلة الاتفاق بين أعضاء مجلس النواب. استغرب الأمين العام لفصيل أبو الفضل العباس أوس الخفاجي تبرؤ رئيس الوزراء حيدر العبادي منه كأحد القيادات الممثلة في الحشد الشعبي، وقال إنه كان يتمنى على رئيس الوزراء أن يتبرأ من الانتهاكات التي حصلت خلال دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء أو من الذين يصفون الجيش العراقي بأنه طائفي. وقال أوس الخفاجي في اتصال مع الشرقية نيوز إنه لا يزال مشاركا في عمليات تحرير الفلوجة، وإن أكثر من ثلثي عناصر الحشد متطوعون ولا يأخذون رواتب بسبب ما سماها سياسات رئيس الوزراء. وسمعت أيضا على الأخ العبادي أن يصدر شيء من الإنكار والتبرئة من السياسيين الذين يصفون الجيش العراقي البطل بأنه جيش طائفي، بأنه جيش صفوي، الذين حاولوا أن ينهكوا الجيش العراقي ويشككوا بوطنيته. تمنيت على الأخ العبادي أن يستنكر ما يحصل من سياسيين ونداءاتهم الطائفية المقيتة. تمنيت من الأخ العبادي أن يتخذ موقفا بالبراءة بما حصل في دخول المتظاهرين والانتهاكات التي حصلت والتحقيق فيها في الخضراء في الأسبوع الماضي، لكنه أن يتبرأ ويعلن أن فلان ليس في الحشد الشعبي. لا، نحن لازلنا في منظومة الحشد الشعبي، لازلنا في هذه المنظومة التطوعية التي فيها ربما أكثر من ثلثين هم متطوعين ولا يأخذون رواتب إلى الآن بسبب سياسة الأخ رئيس الوزراء. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد بأن أوس الخفاجي لا يمثل الحشد الشعبي الذي يرتبط برئاسة الوزراء، وهو أصلا غير موجود في قواطع القتال في الفلوجة. وقال العبادي خلال لقائه سفراء الدول الإسلامية المعتمدين في العراق إن الحشد الشعبي براء من كل من يتحدث بلغة طائفية، وهو أمر مدان من قبل الحكومة العراقية. أنا أدين هنا بشكل شخصي، وطلع من عندنا تصريح اليوم فيما يتعلق بعض الذين يتكلمون باسم الحشد الشعبي، والحشد الشعبي منهم براء، ويحاولون أن يطرحوا بعض المقولات الطائفية أو التي تسيء لأبناء الوطن حتى تحدث خلافا هنا وهناك. بعضها ربما تطرح لأسباب سياسية وبعضها لأسباب أخرى. نحن براء. الحشد الشعبي في العراق يتشكل من مجموعة فرق مقاتلة تتبع بقرار، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وهي الآن تتبع إلى القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس مجلس الوزراء نفسه، وكل القرارات تخرج منا وكل تمويل من الحكومة العراقية فيما يتعلق بالتدريب، فيما يتعلق بالرواتب، فيما يتعلق بالتسليح، وبالتالي أصبحت جزء من المنظومة العسكرية العراقية في هذا الجانب. لأنها منظومة شعبية بشكل عام يوجد حالة عدم انضباط عند البعض، ونحن الآن يعني فرضا أنطي مثال، توجد بحدود 100 فصيل في بغداد يدعي حشد شعبي وليس حشد شعبي، والآن نحاول نغلق كل المقرات. هؤلاء لهم أسماء ويدعونهم جزء من الحشد الشعبي ولهم هويات، هذه جزء من حالة الحرب مع داعش. تعرفون في كل حالة الحروب بهذا الحجم، وعندما يتصدى مدنيون أيضا مع الجيش والقوات المسلحة للدفاع عن وطنهم تنشأ حالات سلبية من هذا القبيل. نحن الآن نحاول منذ فترة نحاول أن نتغلب على الحالات المنفلتة.
أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي عن تحديد مكان جديد لإقامة التظاهرات بعيدا عن ديوان المحافظة والمباني الحكومية. وقال النصراوي في مؤتمر صحفي إنه تم تحديد مكان التظاهر في ساحة الحرية أو ساحة عبد الكريم قاسم بدلا من ديوان المحافظة أو أي مكان آخر فيه مبنى حكومي، مشيرا إلى أن التظاهرات ستنظم حال استحصالها على الموافقات الأصولية. هناك خيارين عندهم، هو ساحة الحرية وكذلك ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم بعيدا عن الأبنية الحكومية حتى نقطع الطريق على هون من هم لديه يعني محاولة لاقتحام المؤسسات الحكومية حتى لا يكون صدام وبالنتيجة حقيقة تكون مشاكل. إذن هذا طلب الأخوة وإحنا وافقنا عليه، وحتى لا ننهك قواتنا الأمنية حددنا الوقت من الساعة 4 للساعة 7. المكان حدد الآن، مكانين موجودات، إحنا ما عندنا مانع نأمن في المكانين. هناك تهديدات وصلت بطريقة أو آخر إلى اقتحام المحافظة والمباني الأخرى موجودة، إحنا كأجهزة أمنية وقيادة عمليات متخذين الإجراءات اللازمة، وكل مصادرنا الأمنية وأجهزة الأمنية ماخذة دورها بنفس الوقت. تدرون يعني عندنا مصادر أمنية يعني نستقرأ الواقع. نعم هناك من يحاول أن يقتحم الأبنية، إحنا طبعا هؤلاء يعني في وقتها إذا صار شيء أكيد الأجهزة الأمنية تأخذ إجراءاتها. بالمقابل وجهت سرايا السلام الجناح المسلح للتيار الصدري في البصرة انتقادات حادة إلى المحافظ ماجد النصراوي بعد توعده المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي في حال عودتهم للتظاهر أمام المحافظة أو محاولة دخولها. وقال مسؤول سرايا السلام في البصرة نبيل الغزي خلال لقائه مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة خلف البدران إن الأولى بالمحافظ أن يوجه بنادقه صوب العدو المشترك وليس ضد أبناء البصرة ممن يطالبون بحقوقهم. في موضوع آخر، تعهد البنك الإسلامي للتنمية على منح العراق قروضا ميسرة ب3 مليارات دولار لمساعدته في تخطي الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وقال البنك المركزي العراقي في بيان إن البنك الإسلامي للتنمية أعطى موافقة مبدئية على قروض ميسرة ومنح 3 مليارات دولار للعراق في ظل العجز المتوقع للميزانية الذي قد يصل إلى 17 مليار دولار العام الحالي. وعربيا، كثفت قوات سوريا الديمقراطية الخميس عمليات استهداف وقصف مواقع تنظيم داعش الإسلامية في القرى المجاورة لمناطق وجودها في محيط بلدة عين عيسى الواقعة على بعد 55 كيلومتر عن مدينة الرقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات التحالف الدولي قامت من جانبها بتنفيذ غارات تستهدف مواقع وتحركات مسلحي التنظيم ولكن بوتيرة أقل عن اليومين الماضيين. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تمكنت من التقدم لمسافة 7 كيلومترات من عين عيسى بعدما حررت 5 قرى وأربع مزارع في المنطقة، إلا أن المرصد السوري قال إن التقدم ليس استراتيجيا حتى اللحظة، إذ تدور المعارك في قرى ومزارع خالية من السكان المدنيين على بعد كيلومترات عدة عن عين عيسى. وتصدرت سوريا قائمة البلدان الأكثر خطورة للعاملين في القطاع الصحي متقدمة بفارق كبير على الأراضي الفلسطينية وباكستان واليمن وفقا لإحصاءات أصدرتها منظمة الصحة العالمية. وشكلت سوريا العام الماضي البلد الأكثر خطورة للعاملين في القطاع الصحي الذين يقدمون خدماتهم في ظل الصراعات أو في حالات الطوارئ. وقال رئيس إدارة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينان إحدى أكثر الأمور المثيرة للقلق هي أن ثلثي الهجمات كانت متعمدة، وأضاف هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ويمكن اعتبارها جرائم حرب. ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل 256 هجوما العام الماضي استهدف المنشآت الطبية والعاملين في مجال الصحة وسيارات الإسعاف في 19 بلدا، ما أدى إلى مقتل 434 من العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.